مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى انا جايلكم بفيديو جديد ان شاء الله تستفيدوا منه معايا. هنعمل كده شويه روتين، حاجات للتنظيف عايزه اخلصها، فقررت ان انا اعملها معاكم. زي ما انتم شايفين انا بشرب بيانسون، لان انتوا عارفين بقى دور البرد اللي ماشي زي ما بنقول عليه، وان شاء الله يكون دور برد بس، عشان عندي ديما تعبانه عندها دور برد شديد جدا. وطبعا طالما ابنك او بنتك تعبان لازم بتلقطي منهم بحكم ان انت اللي قاعده معاهم طول اليوم. فبدات كده حاسه ان انا زوري بدا يوجعني، فقلت الحق نفسي من الاول اشرب حاجات دافيه، عشان لو احنا الاثنين تعبانين مين هيقعد بينا؟ الوضع هيكون صعب جدا. فان شاء الله باذن الله هبقى كويسه، يعني الحق كده نفسي من الاول وما تعداش منها، وان شاء الله هي كمان تبقى كويسه وبخير. حاجه عايزه اعملها النهارده ان شاء الله، عايزه افضي درف معينه كده في المطبخ وامسحها وانضفها وارجع ارتبها تاني. لو انتم متابعيني على الانستجرام انا بنزل لكم على طول افكار لترتيب دواليب المطبخ، وتقريبا معظمها مرتباها وجايبه لهم يعني منظمات وحاجات ومرتباهم، بس انتوا عارفين مع الاستخدام وكده في حاجات بتتبهدل مننا او بنبقى محتاجين ان احنا نعيد ترتيبها من تاني. غير ان انا في حاجات لاحظت ان انا مش بستخدمها خالص ومش هستخدمها، يعني بقالي 3 سنين ما استخدمتهاش، بس مخليهم تحت مسمى يمكن احتاجهم يمكن استخدمهم بس ما استخدمتهمش خالص. ففي حاجات عايزه اتخلص منها اديها لحد يستفيد بيها احسن، فعشان كده قررت ان انا هحاول على قد ما اقدر اخد اكبر جزء من دواليب المطبخ افضيها امسحها كمان، عشان احنا في الصيف وبقى النمل وكده، فاحتياطي ان انا امسحها تكون حاجه واقعه فيها، حاجه مثلا مدلوقه فيها سكر عسل اي حاجه ممكن تجيب نمل، فامسحهم كده وارتبهم وافرزهم اشيل الحاجات اللي انا مش محتاجاها وكمان اعيد ترتيبهم. هشرب بقى كوبايه اليانسون بتاعتي كده عشان افوق واحس ان زوري احسن، وان شاء الله نحاول نخلص اكبر جزء من الحاجات اللي عايزه اعملها النهارده، واحاول اصور لكم برده جزء كبير منها واوريكم افكار كده للتنظيم. لو انتم مش متابعيني على الانستجرام وما شفتوش الفيديوهات دي، فافرجكم على شويه منظمات جايباها للمطبخ وبستخدمها ازاي، وفي اماكن عندي مش بستخدم لها اصلا منظمات ولا حاجه، بس برصهم بطريقه يعني تكون سهله عليا في الاستخدام. فهشارك معاكم بعض الحاجات اللي هعملها النهارده باذن الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا لايك للفيديو عشان تشجعوني اقدم لكم حاجات اكتر، واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في الفيديوهات الجديده اللي عملتها من ساعه ما رجعت لليوتيوب، وحابين تشوفوا ايه الفتره الجايه عشان نعمله سوا باذن الله. ده بقى صديقي الصدوق في المطبخ لاي حاجه بعملها، رغم ان انا على فكره طويله مش قصيره، بس انتوا عارفين دواليب المطبخ برده بتبقى عاليه ومش طايلين حاجات كتير، فبنحتاج كرسي في المطبخ. الكرسي ده كنت جايباه من ايكيا، ممتاز، مش فاكره سعره، تقريبا كان 100 او 150 130 في الحدود دي، بس بجد الماتيريال بتاعته تحفه. انا كان عندي واحد قبله كنت جايباه من رنين، ما استحملش مره واتنين واتكسر لانه ضعيف جدا، لكن ده البلاستيك بتاعه تقيل كده وسميك بيستحمل اي حد يقف عليه. ارشحه لكم جدا جدا جدا، حلو قوي، لان انا عارفه الكرسي ده بيبقى يعني بنحتاجه كتير جدا في المطبخ او في البيت عموما، فبجد الكرسي ده حلو قوي من عند ايكيا، جيبوه وانتم مغمضين. يلا بينا بقى نعمل اول درفة هبدأ فيها، هي الدرفة اللي بحط فيها البولات اللي بستخدمها، سواء بتاعة التقديم او بتاعة الجيلي او اللي هي بتاعة الشوربة. زي ما انتم شايفين انا اوريدي اصلا منظماهم، بس هظبطهم كده وهشيل حاجات مش بستخدمهم وامسح تحتهم وارجعهم تاني. البولات دي مثلا العلب بتاعة التلاجة دي انا ما بستخدمهاش تقريبا خالص، بس بصراحة ساعات اوقات معينة كده بينفعوني لما بيكون عندي مخلل او حاجة كده وحابة احطهم في التلاجة، فيعني من الحاجات اللي بستخدمها بس بشكل قليل. انا شلت نص الدرفة، قلت خايفة اكسر اي حاجة او كده، فقلت هشيل نصها امسح تحتي وارجعه، وبعدين اشيل النص التاني. فشلت اول نص ده مسحت تحتي، وبعدين هبدأ ان انا ارجعهم تاني، وانا برجعهم هفكر ايه الحاجات اللي انا مش محتاجها خلاص او مش بستخدمها، وان انا هشيلها بقى اديها لاي حد يحتاجها يعني او ينتفع بيها. فزي ما قلت لكم دول انا بستخدمهم قليل، بس بستخدمهم يعني بيجي لهم وقت كده وبستخدمهم، فهخليهم لان ساعات كتير بينفعوني. البولات دي من الحاجات الممتازه اللي بحبها جدا في المطبخ وبستخدمها كتير. انا رصيتهم بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، فضيت لان شلت الطبقين دول منهم ورصيتهم بالشكل ده، والجزء التاني هو اوريدي كان متنظم بنفس الطريقه، فانا بس مسحت تحته ورجعت الحاجه مكانها تاني لان هو متنظم. المنظم اللي انا حطاه ده كنت جايباه من جوميا،
مش فاكرة سعره، هو دلوقتي سعره زاد لأنه وقتها كانت الأسعار لسه ما زادتش. بصراحة بصوا زي ما انتوا شايفين موفر لي جدا جدا في المساحة، واخد حاجات كتير، وكمان خلى الشكل منظم أكتر. ده أنا كنت هشيله، وبعدين افتكرت إن ده كنت شارياه من تايلاند في الهاني مون بتاعي، فما ينفعش إن أنا أستغنى عنه، فهرجعه تاني أستخدمه أخليه حتى ذكرى يعني. بعدين دخلت على الدرفة التانية، زي ما انتوا شايفين أنا حاطة فيها كوبايات وحاجات بتاعت ديما، فهبدأ أشيل برضو الحاجات اللي مش بستخدمها دي. أصلا ديما ما استخدمتهاش خالص، كنت جايبها لها تشرب فيها ميه بس ما حبيتهاش خالص فرميتها، لان ما ينفعش اطفال تانية تستخدمها، عشان حطيتها برضو في بقها. بتاعت الايس كريم دي انا استخدمتها مره واحده وما حبيناش خالص طعم الايس كريم صراحه اللي في البيت، فانا هديها لحد يستخدمها احسن. فرصيت الكوبايات بقى بالطريقه دي، وحطيت العلب بتاعت ديما بتاعت الخروج وكده، حطيتهم في الجنب زي ما انتم شايفين. والكوبايات دي بتاعت رمضان مش بستخدمها كتير، فحطيتهم من ورا بحيث لما يجي رمضان ابقى انزلهم تاني. الجزء اللي من تحت ده انا الفكره دي كنت عاملاها معاكم على الانستجرام، اخدت الطبق ده اللي بيكون موجود في المايكرويف تقريبا، الجريل او الشوايه مش عارفه اسمها، وعملتها ان هي منظم لاني ما بستخدمهاش خالص في الميكرويف. وشكل الدرفه كده عجبني جدا، وبقت منظمه اكتر، وبقت مخصصه اكتر للكوبايات. عندي هنا بقى فوق المطبقيه على طول اللي فوق الحوض، حتى الاثنين دول كنت جايباهم ايام جوازي بس بنساهم على طول مش بستخدمه، بس حلوين قوي، بيدخلوا الميكرويف، ممكن تحطوا فيهم شوربه، ممكن تقدموا فيهم ملوخيه، او ممكن تعملوهم يعني حاجه تبقى شكلها كيوت مثلا في تقديم فروت سالاد او حاجه زي كده، بس بنساهم بصراحه مش عارفه ليه ما بفتكرهمش خالص. الدرفه بقى اللي جنب المطبقيه دي كارثه، دي بصراحه مش بنظمها وعلى طول متبهدله كده، فقررت ان لا بجد ما ينفعش، لازم نقف وقفه كده وانظمها. اخدت البرطمان ده حاطه فيه الشمع بتاع الفواحات، حطيته فوق مع الكنك، وحطيت معاهم كمان مج كده كان بابا جايبه لي لما ولدت ديما عليه صوره ديما. هنا انا حبيت اوريكم نوع البخور اللي انا بستخدمه، عشان دايما دايما بتسالوني ايه نوع البخور اللي بتستخدميه، دي العلبه بتاعته. والجزء اللي من تحت انا حاطه فيه المصفه بتاعت ايكيا دي، وحاطه شويه رفايع مش عايزاها تعمل لي زحمه على الرخامه. وحطيت جنبهم بقى كوبايتين بلاستيك كده، بستخدمهم لما يكون عندي اطفال ومحتاجين يشربوا في كوبايات بلاستيك، ده طبعا بلاستيك صحي كنت جايباه من زهران، بحطهم من جوه عشان مش بستخدمهم كتير. وحطيت قدامهم الكوبايتين بتوع الايس كريم دول، برضو مش بستخدمهم كتير فحطيتهم هنا، ومعاهم مضرب النسكافيه بتاعي اللي انا بستخدمه. دي كانت اكتر درفه اصلا كنت مبسوطه جدا ان انا عملتها، لاني ما عملتهاش قبل كده بصراحه، وكان شكلها مضايقني جدا، فاخيرا اتشجعت معاكم كده ونظمتها، وبقى شكلها مريح بالنسبه لي، واقدر اخد منها حاجه وارجعها تاني، والدنيا متنظمه من غير اي كركبه، فبصراحه حبيت جدا ان انا اخيرا عملتها. طبعا انا لو حلفت لكم ان الدرفه دي بتتنظم يعني بطريقه دوريه مش هتصدقوني من المنظر ده، بس الفكره ان انا بعشق حاجه اسمها مجات، بحبهم جدا. وعلى فكره انا اتخلصت من مجات قديمه كتير جدا، اديتهم لحد يستفيد بيهم، بس مفيش فايده، انا بشتري جديد واطلع القديم، بشتري جديد واطلع القديم. بعشق حاجه اسمها مجات وبحب جدا اجيبهم. الدرفه دي على فكره كبيره جدا مخصصاها ليهم، بس برضو مهما اقول مش هجيب تاني بجيب، والدنيا بتتكركب وتتزحم تاني. فدلوقتي هنعمل اللي بعمله كل مره، هنزل كل الحاجات الموجوده فيها واعيد ترتيبها من الاول تاني، واطلع الحاجات اللي انا شايفين الحاجات اللي في المنظم جوه دي انا بطلت استخدمها فحطها من جوه، فدول هطلعهم ان انا مش هستخدمهم، وابدا انظمها تاني واوريكم هعمل ايه. انا كده نزلت هنا المجات دي اللي بستخدمها، دول خلاص انا مش بستخدمهم زي ما انتم شايفين، هم حالتهم كويسه جدا بس انا خلاص بطلت استخدمهم، فانا هحطهم هنا على جنب اشيلهم. وهنا برضو في مجات تانية، فهبدا ارص الاول الجزء اللي تحت، هحطهم من الحاجات اللي بستخدمها اكتر طبعا هحطها قدام، واللي بستخدمهاش قوي ادخلها من جوه، وهرص الجزء اللي تحت وبعدين نخلص الجزء اللي فوق. انا طبعا نضفت الاول الدرفه، مسحتها كده بفوطه وحطيت فيها ملمع بتاع الخشب عشان ما بهدلش الخشب او اجيب عليه ميه، وخصوصا ان هنا ما بيبقاش فيه حاجات متوسخه كتير، فبس مجرد لمعتها وبدات ارص المجات. زي ما قلت لكم انا حطيت الحاجات اللي مش بستخدمها قوي كده من جوه، بس برضو بستخدمها قليل يعني، ساعات لما بزهق كده بحب ان انا استخدمهم. وبعدين الحاجات اللي بستخدمها كتير حطيتها من قدام وبدات ارصهم، طبعا ما كنتش عارفه اصور لان انا كنت واقفه على الكرسي والدرفة عاليه عليا، فالتصوير كان صعب جدا، بس حاولت على قد ما اقدر اوريكم من عملت ايه عشان تبقوا معايا برضو كده خطوه بخطوه.
وعايزه اقول لكم بجد دايما حاولوا كده كل فتره ان انتوا تمسكوا حتى لو درفه واحده بس، تنزلي كل حاجه فيها، تنظفوها كده وتتاكدوا ان هي نظيفه، وتعيدوا ترتيب الحاجه اللي جواها. هتلاقوا بجد حاجات انتوا كنتوا ناسيينها ممكن تطلعوها تستخدموها، وهتلاقوا حاجات انتوا بطلتوا اصلا تستخدموها فهتطلعوها اصلا لحد يستفيد بيها. فكل فتره كده امسكي درفه او دولاب. انا دايما بحب اعمل كده سواء في المطبخ او في البيت كله. مثلا مكتبه التلفزيون كل يوم اخد درج فيها، الاوضه بتاعتي الدولاب كل يوم اخد درفة افضي كل اللي فيها كده، وارجع اشوف ايه اللي جوايا، ايه اللي انا محتاجاه مش محتاجاه وهكذا. وده يكون الشكل النهائي. حاولت على قد ما اقدر ان انا انظمها، بس طبعا هي المجات ما شاء الله كتير، فحاولت على قد ما اقدر ان انا ايه اظبطها كده. بعدين قلت اخد بريك كده ونعمل كوبايتين شاي بعد ما اتغديت. فطبعا انا بعشق الشاي بالنعناع، لو انتم متابعيني على الانستجرام هتعرفوا طريقة النعناع دي اللي بحفظ بيها النعناع حقيقي بيفضل اسبوعين فريش وزي الفل. الطريقة بتاعته سهلة جدا، انا بجيب كوباية كبيرة زي كده او برطمان وبحط نص مية، وبجيب حزمة النعناع احطها فيها زي ما هي، ولا بفكها ولا بغسلها ولا اي حاجة، زي ما هي بحطها وبقفل عليها كيس وبقفلها عليه كويس جدا وبحطها في باب التلاجة. حقيقي هيفضل معاكم اسبوعين زي الفل وكأنكم لسه جايبينه وفريش. انا النعناع ده كان بقاله عندي 5 ايام وكان بالمنظر ده. انا اصلا اللي خلاني اعمل الطريقة دي ان انا بحب جدا الشاي بالنعناع، بس دايما كنت لما اجيبه يا دوبك يقعد معايا يوم وبعد كده بيختفي خلاص بيبوظ مني. فقلت لا لازم ادور على طريقة حلوة وكده، فعملت بجد الطريقة دي وطلعت حلوة جدا، وكتير منكم جربوها على الانستجرام الحمد لله عجبتهم جدا. امشوا بس على الخطوات بالظبط زي ما هي، عشان في ناس حطيته بره التلاجة ورجعت تقولي ده باظ، فلا لازم تمشوا على الخطوات بالظبط هيفضل معاكم زي الفل. ما تغسلوش ورق النعناع، لازم تحطوه في التلاجة، لازم تغطوه بكيس مغلق كده كويس، وهيفضل معاكم بجد اسبوعين فريش وزي الفل. جربوا الطريقة دي واكتبوا لي تحت في الكومنتس نفعت معاكم ولا لا. انا واثقة ان هي هتنفع معاكم لان انا بعملها كتير جدا الحمد لله بتظبط معايا. قعدت بقى شربت كوباية الشاي كده في هدوء وروقان، وبعدين نرجع نكمل. هعمل الدرفة اللي فوق، الدرفة بتاعت المجات دي فيها زي ما انتوا شايفين كوبايات كده للعصير وكاسات اللي انا بستخدمها في البيت عندي، الحاجات التانية شايلها في البوفيه بره عند السفرة، وحتى فيها الشموع اللي بشغلها في المطبخ، الفرنش بريس وحاجات زي كده برضو انا ظبطتها ونضفتها كويس جدا، وزي ما انتوا شايفين رصتها كويس. كان في كوبايات انا خلاص مش محتاجاها برضو طلعتها وحطيتهم في بوكس كده وهديهم لحد يستفيد بيهم، وبالنسبه لي الشكل كده بقى مريح اكتر. اديله الدرفتين كده اللي فوق بعض، بصوا شكلهم بجد بقى متنظم وشكلهم حلو، وشايفه كل حاجه فيهم واقدر استخدم اللي انا عايزاه بكل سهوله. فالموضوع بصراحه النظام مفيش احلى منه. دي الكوبايات اللي انا طلعتها خلاص مش محتاجاها، واصلا عندي كاسات نفس اللون فانا مش محتاجاهم بصراحه. وكنت بصور لكم هنا فيديو على الانستجرام هتلاقوه نزل خلاص، ازاي نحفظ الرز من السوس، وكمان البقوليات بطريقتين تقدروا تحطوا فيه ورق لورا او اعواد من القرنفل بالطريقه دي، وتقفلوا العلبه عليه كويس تكون علبه كده محكمه الغلق، هيفضل معاكم زي الفل خصوصا في فتره الصيف. ونصيحه ما تحطوش كميات كبيره بره، يعني ما تجيبوش مثلا شكاره كامله وتحطوها بره، لا حطوا بس علبه صغيره والباقي حاولوا تفضوه بقى في اكياس في التلاجة او حاجه زي كده عشان يفضل معاكم كويس ما يحصلوش حاجه.